يمشي بالكورة، هاني في المساحة لطاهر، هنا خطر للأهلي، طاهر محمد ناحية اليمين، يا ولد يا ولد يا ولد لإمام عاشور، عايز يلعب الأرضية لهاني، حلوة. الأهلي لما يحب يسجل بيسجل، وبأقل مجهود يسجل. محمد هاني سجل هدف رائع لصالح النادي الأهلي. يا ولد يا ولد يا ولد، باك باص يدرس، اتفرج على الباك باص، الباص اللي خلف المدافعين عكس اتجاه المدافعين، قول عليه زي ما انت عايز تقول، تتلعب 10 على 10 لمحمد هاني اللي جاي من ورا لقدام يسدد تسديدة أرضية رائعة رائعة من محمد هاني، تعدي من تحت ايد ابو السعود وتخش هدف تاني لصالح النادي الاهلي. لكن مباراة الاسيستات، اسيست رائع، اسيست رائع. بص الكرة، بص الكرة اتلعبت حلوة قوي 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 من طاهر محمد لامام عاشور، شايف اللي جاي من ورا اللي قدام محمد هاني، وكأنه بيسجل في مونتيري من جديد في كاس العالم للاندية. لكن التسديدة التانية كانت قوية قوي، كانت شومة في المرمى، دي خبطت وغيرت اتجاهها. لكن بص بص هنا الباص، بص الوش رجل الخارجي، يا ولد يا ولد، بص اللمسة الواحدة، بص اللمسة الواحدة راجعة، ودي لمسة واحدة، هدف اللمسة الواحدة، هدف الوان تاتش، هدف اهلاوي من وان تاتش، هدف الوان تاتش، اللمسة الواحده.